من أجلك ومن أجل الآخرين سارع بالإبلاغ ولا تتردد. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي الأمن والمجتمع. بنهايتها نتقدم بالشكر إلى كافة إخوتنا العاملين بالأجهزة الأمنية ورجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي على كافة المجهودات التي بذلت والتي تبذل من أجل الحفاظ على أمن جماهيريتنا الغالية. كما نأمل من كافة الإخوة والأخوات الذين لديهم أي ملاحظات أو آراء أو شكاوى التقدم بها إلى مكاتب العلاقات العامة باللجان الشعبية للأمن بالشعبيات أو عن طريق موقع اللجنة الشعبية العامة للأمن العام الموجود على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت www.almizan.net. لقاؤنا بإذن الله تعالى يتجدد بكم في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.